من ضمن الحاجات الجميله قوي في المول ان هم عارضين العربيات دي للبيع. عربيات طبعا موديلات قديمه، بس بص عربيه البلوكس دي بكام؟ ب 29000 اورو، يعني 29000 اورو ممكن تشتري بيهم عربيه يعني تكون حلوه وحديثه هنا في المانيا. وفي العربيه دي جاكوار، الناس اللي بتحب الجاكوار يا راجل يا عسل يا جاكوار، بص بكام؟ ب 87000 اورو العربيه اللي قدامك دي، تحفه تحفه. وبياناتها اهي، مش هجيب انا بقى البيانات دي، محتاجه تلسكوب. شايف يا باشا الجمال في المول في العربيه دي؟ يعني من وجهه نظر عربيه كحيانه، ممكن تكون عربيه حلوه قوي ولكن هي عشان قديمه. بص حتى الشنطه بتاعتها فيها اللي هو كانك شنطه سفر حزام بس العربيه تقريبا دخلت سباق كتير قوي، وحاطين الحاجات اللي راحت بيها ايه السباق. خلينا نلف من الناحيه التانية عشان اصور لكم العربيه من امام، برضو فيها نفس الحزام ده، بس هنا الشنطه بص ما عجبتنيش خالص، شكلهم كده حطينها بس شكل ومش حاطين عليها سعر، يعني العربيه مش هيبيعوها. ممكن شايف اجمل حاجه الحزام ده، يا وادي حزام، وادي المول. يلا بينا نبدا على بركه الله. صباح الفل صباح الفل صباح الفل، اول فيديو ليا بعد ما رجعت من فرنسا. فيديوهات بقى مش عاوز اقول لكم، جميله جميله جميله، بس بلد ما عجبتنيش بصراحه، يعني جت وكملت على الموضوع. هبقى احكي لكم التفاصيل والله المستعان. نبدا الفيديو بتاعنا، رايحين الكورس عشان نتعلم، وبعد ما نتعلم نبقى في زمره الناس المحترمه، الناس المهذبه، الناس الجميله. صباح الفل، يلا بينا. بصراحه مدينه نورنبرغ من احب المدن لقلبي في الوقت الحالي صراحه، يعني لانها مدينه منظمه جدا ومصروف عليها. المانيا كلها صراحه مش نورنبرغ بس، ولكن اللي انا شفته في اليوتيوب على باريس ما عجبنيش، لكن لما رحت ستراسبورغ صراحه مدينة فيها هيصة زيادة عن اللزوم، ولكن ده ما يمنعش ان احنا هنكرر زيارات كتير في دول اخرى. انتظرونا. صباح الفل. انا عارف ان في ناس تعبانة من الفيديوهات اللي انا بعملها والاماكن اللي انا بروحها والحتت اللي انا بروحها، امكانياتهم كده غلابة، ربنا يشفيهم ويشفي كل مريض. خلينا نبدأ في يومنا الجميل وايامنا الحلوة، وههريكم فسح في دول جميلة هتعجبكم ان شاء الله وكلها مفاجآت. يلا. بصراحة السفرية يعني على قد جمالها كانت فيها بعض الأشياء اللي ما عجبتنيش. الزحام، هلا طب ما نورنبرغ زحمة برضو. هقول لك ليه بعض الأشياء ما عجبتنيش. أنا رايح أتفسح كسايح ومعايا فلوس وعاوز أصرف، مش فارقة معايا إن كان ده غالي أو رخيص، ولكن كان المكان عشوائي زيادة عن اللزوم. هل العشوائية دي جت من المهاجرين؟ هل جت من اهل البلد؟ قعدت يومين، ولو كانت البلد عجبتني صراحه كنت هكمل اكتر، كان عندي اجازه اسبوع والحمد لله اتبسطنا وهيصنا. وهكلمكم على الاوتيل وهكلمكم على بعض الاشياء، يمكن حضرتك تفكر ان انت تزور هذه المدينه. خرجت بره في الشارع، انا راح مشوار وخرجت من الكورس بدري ساعه، عندي حاجه كده بعملها. المهم البلد زي ما قلت لك عشوائيه زياده عن اللزوم، يعني القهاوي في الشارع مش منظمه زي مدينه نورنبرغ، زحمه قوي. ويعني واحد ممكن يسالني يقول لي يعني نورنبرغ مش زحمه؟ نورنبرغ زحمه بس زحمه منظمه. في فرق ان انت تكون عايش في مكان عشوائي ومكان منظم فيه قوانين لذيذه بتظبط الكلام معاك وبتبقى رحلتك حلوه. طب ما اتبسطتش في فرنسا يا خالد؟ لا والله اتبسطت جدا، سهرت سهرات حلوه وقضينا يومين جمال. زي ما قلت لك لو كان المجال يسمح ان انا اكمل كنت كملت، لكن صراحه ما بحبش العفانه. فانت شوف الباسبور بتاعك بيوديك فين في السفر، فوائد حلوه اقرا عنها في كوكل. صباح الفل.
انا لا الوم الناس اللي هم امكانياتهم على قد اللي في جيبهم، لا الومهم، دول يعني الله يشفيهم ويعينهم يعني وايه يرزق الجميع، الجميع اللي هو حضراتكم طبعا، لان الحياه اصلها رزق، رزق تعيش فيها بما يرضي الله وتعيش عيشه حلوه تستمتع بوقتك. شايفين الاستراس الابان او الترام مختلف عن اللي موجود في فرنسا. بصراحه الناس مهذبه جدا في الاوتيل وفي الشارع، والتعاملات مع الناس محترمين الى حد ما. ما قابلتش حد يعني كشر في وشي، انا جاي اتفسح بفلوسي بصرف، صباح الفل، مش جاي اتعكنن، فاهم يا حبيبي؟ صباح الجمال، صباح العسل، صباح الفل على عيونكم يا احلى ناس. الصعيدي وصل المانيا. من الاشياء برضو الجميله اللي قابلتها في المانيا وشفتها في فرنسا اللي هو طريق الدرجات. بص طريق الدرجات عامل ازاي في بعض الدول يا جماعه، سايبين العجل يمشي في وسط العربيات، عربيات تهف وواحد يروح مطلع ايده من الشباك ولازقه على قفاه. ويبقى هو ده التخطيط العمراني، وصباح الفل على التخطيط العمراني، هو ده اللي احنا نتكلم عنه ونقدر نقول الله على البلد وجمال البلد ونظافه البلد. مش اجي جنب قصريه زرع واقول لكم بصوا التخطيط العمراني، البنيه التحتيه كتخيب عليكم على امك، ايه يا ابن العبط اللي انت فيه ده، وبعدين ايه الميكروباص اللي انت مزوره ده؟ بس الحمد لله غير الميكروباص بقصريه الزرع. صباح الجمال يا رجاله، انا بحب اروش على اولاد المقطوعه. دي سجاره الكترونيه تاني اشتريتها جديده، دي انتوا اول مره تشوفوها. اشتريت كمان واحده من فرنسا، حلوه جدا وفيها مميزات مختلفه عن هذه السيجاره او السيجاره اللي انتوا شفتوني بيها وانا ببلبط في الميه. وايه رايكم في بلبطه الميه؟ مش حلوه؟ هعمل لكم فيديوهات كتيره بهذا الشكل، خلينا نضحك ونروش على على المراويش. شايف يا باشا الجمال؟ واهم حاجه طريق للدرجات، مش تاخد القفا على قفاك وانت ماشي، والجماعه دول ما بيتكسوش ولا بيكجلوا، يعني زمانهم رفعوك. خلصت المشوار بتاعي ويومنا لسه ما انتهاش، عندي برضه مشاوير تاني، رايح اوديكم مول، يعني مش عاوز اقول لكم مول، حكايه حكايه حكايه. يلا بينا يلا بينا عشان نستمتع بالتخطيط العمراني والبنيه التحتيه اللي موجوده في المانيا. صباح الفل صباح الفل صباح الفل.